مساء النور عليك يا ساره، مساء النور عليك يا احمد. مساء الخير يا ان شاء فاروق. الله مساء التفاؤل والانتصار على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله يوم يكون سعيد علينا كلنا وعلى كل جماهير النادي الاهلي، ويكلل ان شاء الله بالانتصار والتتويج بالبطوله الافريقيه. يعني لو هنتكلم يا احمد على تفاصيل اليوم، نقدر نقول يعني من دقائق كانت انتهت المحاضره الفنيه للعيبه لمستر بيتسو موسيماني مع لاعبي النادي الاهلي. طبعا زي ما انت قلت مش هنتكلم ونخوض في اي امور فنيه، لكن خليني اطمنك على حاله وجاهزيه اللاعبين. اقدر اقول لك ان محمد هاني جاهز لهذا اللقاء، ايضا لله. محمود عبد المنعم كهربا جاهز لهذا اللقاء. اي 11 لاعب هيكون موجودين في ارض الملعب ان شاء الله قادرين على تحقيق الامال والطموحات واسعاد كل جماهير النادي الاهلي. تفاصيل اليوم يا احمد، النهارده تناول لاعب النادي الاهلي وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 2 ظهرا، ثم المحاضره الفنيه كانت في تمام الساعه 25 دقيقه. مستر بيتسو موسيماني طبعا يعني تعودنا مع مستر بيتسو موسيماني ان هو دايما يعني بيخلي وقت المحاضره وقت اكبر، وبيدي فرصه لان يقعد وقت طويل مع اللاعبين عشان يشرح بعض الامور. ويعني اللعيبه بتقول لك ان مستر بيتسو موسيماني بيبقى حريص جدا ان هو يوصل لنا فكره ويوصل لنا كل الامور الفنيه اللي هو بيبقى عايز يوصلها لنا. فالمحاضره الفنيه كانت انتهت من دقائق. فاروق خليني اتابع معاك، بس انا عارف انه انت بتبقى دايما يعني موجود مع الفريق في اغلب المعسكرات اللي بتسبق ماتشات مهمه في اي بطوله بياخدها النادي الاهلي. هل احس انه المعسكر ده استثنائي في حاجات معينه؟ هل شفت حاجات متغيره في نظام الفرقه؟ يعني ايه اللي يفرق او ايه اللي يختلف بين معسكر النادي الاهلي المغلق استعدادا لنهائي دوري الابطال عن بقيه المعسكرات؟ ولا بتشوف انه نفس الاداء، نفس النظام، نفس التفاصيل في كل المعسكرات السابقه؟ سؤال مهم جدا يا احمد. يعني انا عايز اقول لك ان معظم معسكرات النادي الاهلي بيبقى شعارها الجديه، الالتزام من اللاعب النادي الاهلي. كل لعيب عارف، نقدر نقول يعني زي ما كان بالعاميه اللي عارف اللي ليه واللي عليه، التزامه جديه. لكن المعسكر ده في اختلافات، في شويه امور مختلفه، في تشديد شديد جدا وصارم على موضوع الاجراءات الاحترازيه وعمليه التعقيم المستمره، سواء بصوره فرديه لكل لاعب او سواء بالاماكن اللي بيتجمع فيها لاعب النادي الاهلي، المطعم، غرفه الاجتماعات، سواء الجلسات اللاعبين بيبقى في تعقيم بصوره مستمره. ايضا مستر بيتسو موسيماني يعني من النقاط المهمه جدا اللي احنا بنلمسها مع مستر بيتسو موسيماني، ان مستر بيتسو موسيماني بيعمل جلسات فرديه مع اللاعبين، كل لعيب بمركزه في جلسات فرديه بيعملها مستر بيتسو موسيماني. دي من الامور اللي يعني جديده على النادي الاهلي، ومستر بيتسو موسيماني في الفتره الاخيره بيبقى حريص ان هو يقعد يتكلم مع كل لاعب، ده الى جانب اللي هي المحاضرات المستمره. احنا دايما متعودين ان المحاضره بتبقى خلال يوم المباراه، لكن مستر بيتسو موسيماني عامل محاضرات يوميه مع اللاعبين في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، محاضرات يوميه للاعبين. طبعا بيتفرج على مباراه نادي الزمالك لايقاف الوقوف على الايجابيات والسلبيات ونقاط القوه والضعف في الفريق، وبيلزم كل لعيب، طبعا كل لعيب بيتفرج على اللعيب اللي لعب عليه، كلها امور طبعا مش هنتكلم في الامور الفنيه. روح التفاؤل بقى اللي انا عايز اتكلم عليها، التفاؤل والثقه والاحساس بالمسؤوليه، ودي نقطه مهمه جدا انا لمستها النهارده في عيون لعيبه النادي الاهلي. يعني يا احمد او يا ساره، انت تبص بس في عيون لعيبه النادي الاهلي، انت مش محتاج تقول اي كلام، ولا محتاج توصل رساله، ولا محتاج تقول امال الجماهير، لا، كل لعيب نظره في عينيه هو حاسس بالمسؤوليه، حاسس ان وراه 80 مليون اهلاوي مستني النهارده الانتصار. التفاؤل والثقه موجوده، لكن التفاؤل والثقه بحذر. خليني اعرف رايك انت شخصيا يا فاروق، يعني من متابعتك للعيبه النادي الاهلي، انت تتوقع مين هيكون نجم المباراه النهارده؟ انا اتوقع ان شاء الله ان الفريق كله يكون نجوم النهارده. يعني الاجابه النموذجيه، احد من اللاعبين لا، كلنا النهارده يا احمد بنراهن على لعيبه النادي الاهلي. انا في نقطه مهمه جدا برضو عايز يعني ان انا من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي على نقول، عايز اطير بيك لجنوب افريقيا، هناك نسافر نروح لجنوب افريقيا وتناول الصحافه النهارده للقاء وشغف جماهير جنوب افريقيا النهارده. يعني خرجت مانشيتات لصحيفه ذا ستار وسوبر سبورت وبريتوريا نيوز، العناوين كلها بيتسو موسيماني على حافه التاريخ مع النادي الاهلي. وكان المانشيت الرئيسي لصحيفه ذا ستار، يجب على جميع شعب جنوب افريقيا الا يتخلفوا عن دعم النادي الاهلي وبيتسو موسيماني في هذا اليوم.
يعني دي من الامور المهمه، وتناول الصحافه في جنوب افريقيا للقاء النادي الاهلي والدعم لمستر بيتسو موسيماني وللنادي الاهلي. فاروق في حاله من الحماس عندكم، يعني انا سامع دلوقتي اغاني الاهلي في الفندق صح كده؟ يعني يا ساره برافو، حاجه مهمه جدا. اداره الفندق هنا عامله اغاني النادي الاهلي كنوع وجانب تحفيزي لعيبه النادي الاهلي، يعني بدات من عقب انتهاء المحاضره الفنيه بدات اداره الفندق ومقر اقامه فريق النادي الاهلي في، يعني ان كلنا سامعين الاغاني التحفيزيه والبث الحماس في لعيبه النادي الاهلي، يعني كل قاعدين موجود متواجدين ايضا النزلاء في الفندق على الرغم من حاله الهدوء في المكان ومقر قامت فريق النادي الاهلي، لكن الحماسه والاغاني اللي بتشتغل اغاني الجماهير النادي الاهلي ادت نوع من الحماسه لعيبه النادي الاهلي، ادت لينا احنا كما يعني جروب عمل قناه النادي الاهلي موجودين عندنا نوع من الحماسه ايضا النهارده للانتصار. ان شاء الله ربنا يكمله على خير يا رب. ان شاء الله النهارده النادي الاهلي يكلل بالانتصار، وزي ما قلت لك يا احمد ان شاء الله النهارده ال11 لاعب يكونوا نجوم اللقاء النهارده ان شاء الله، ونحتفل بالبطوله. ثقتنا